مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. خلال يوم أمس وليلة الفارطة تواصل الوضع الجوي ملائم لظهور سحب ركامية رعدية بمناطق الشمال الوسط ومحليا الجنوب، وكانت هذه السحب الرعدية ذات فاعلية ساهمت في نزول أمطار بكميات متفاوتة. بمناطق الشمال تراوحت الكميات ما بين 1 و 3 مليمترات بكل من تونس الكبرى، نابل، زغوان، جندوبة، باجة. بولاية الكاف تراوحت ما بين 3 و 19 مليمتر بقلعة سنان، بسريانة ما بين 2 و 40 مليمتر بالروحية، وكانت بسوسة ما بين 2 و 46 مليمتر بمساكن، 33 بسوسة المدينة، 28 بالمسعدين. بولاية المنستير ما بين 1 و 29 مليمتر بالمنستير الميناء، 22 بالمنستير المطار. بولاية القيروان ما بين 2 و 25 مليمتر بشبيكة، 19 بالعلا. بسيدي بوزيد ما بين 2 و 13 مليمتر بجلمة، وبولاية القصرين ما بين 3 و 34 مليمتر بفوسانة، كان 29 مليمتر بسبيبة. كما سجلنا تساقط البرد بأماكن محدودة بكل من سوسة والقصرين، وكانت الرياح قوية خاصة بجهة المنستير حيث تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة ووصلت إلى 115 كيلومتر في الساعة بالمنستير. بالنسبة إلى هذا اليوم، درجات الحرارة القصوى المسجلة بعد الظهر تراوحت ما بين 26 و 32 درجة بالشمال والوسط، سجلنا 30 بتونس، وبين 28 و 34 درجة بالجنوب باستثناء بالبرمة كانت 38 درجة، تعتبر عادية. لكن بعد الظهر تراكمت السحب وكانت رعدية وساهمت في نزول أمطار محلية ومتفرقة شملت بالأساس مناطق الشمال الوسط، ثم آخر النهار وفي بداية هذه الليلة بعض مناطق الجنوب، ووصلت إلى 24 مليمتر بسبالة ولاد عسكر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة بكل من تونس الكبرى وولاية سيدي بوزيد. خلال هذه الليلة تم تقلص نسبي في فاعلية هذه السحب الركامية الرعدية، تبقى العوامل الجوية ملائمة لنزول بعض الأمطار المحلية والمتفرقة بمناطق الشمال والوسط وكذلك ببعض مناطق الجنوب. درجات الحرارة ما بين 16 و 20 درجة بمناطق الشمال والوسط، وبين 22 و 26 درجة بالجنوب. التوقعات الجوية بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله تتقلص فاعلية هذه التقلبات نسبيا، تظهر السحب القليلة في بداية النهار، تتكاثف بعد الظهر مع نزول أمطار محلية رعدية بالمناطق الغربية. الحرارة كما اليوم تقريبا ما بين 26 و 30 درجة بمناطق الشمال والمناطق الساحلية، على سبيل المثال 28 بتالا، 32 بالقصرين، 35 بسيدي بوزيد، 34 بالقيروان، في حدود 30 درجة بجهة الساحل. بمناطق الجنوب ستكون الحرارة القصوى ما بين 30 بالمناطق الساحلية إلى 36-37 درجة بالجنوب الغربي، 37 بكبلي، 36 بتوزر، 35 بقفصة، تصل إلى 37 بالبرمة، و 38 بأقصى الجنوب ببرج الخضر. بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري، ستكون الريح شمالية غربية بالسواحل الشمالية، سرعتها قوية نسبيا، البحر مضطرب بالسواحل الشمالية، وبخليج الحمامات إلى غاية جهة الساحل ستكون الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها معتدلة ماهيش قوية، تصل أحيانا إلى 40 كيلومتر في الساعة، البحر قوي الاضطراب. وبمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس ستكون الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى جنوبية شرقية آخر النهار، وسرعتها معتدلة إلى قوي نسبيا، والبحر قوي الاضطراب إلى محليا مضطرب بخليج جابس. إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية. تتواصل السحب قليلة بنواق شوت 32 درجة، طقس عامة في استقرار بالمغرب الأقصى 24 درجة بالدار البيضاء، سحب قليلة بتلمسان الجزائر العاصمة وعنبة 28 درجة، سحب قليلة كذلك بمصراتة وطرابلس 34 درجة، سحب قليلة ببنغازي الإسكندرية والقاهرة 38 درجة. حرارة مرتفعة نسبيا بالمدينة المنورة 42، مكة المكرمة 38، 40 بالرياض، 41 بمسقط، بالدوحة 43، الكويت 44، 45 ببغداد، وتقص إجمالا في استقرار بالشرق الأوسط 30 درجة بالقدس الشريف، أمطار محلية بأنقرة 28 درجة، سحب قليلة بأثينا، أمطار بفيينا 24 درجة، أمطار رعدية بنابولي روما، وسحب قليلة ببالرمو وميلانو،
أمطار كذلك بنيس جنيف ولندن وبعض السحب بباريس أمطار ببروكسل سحب عابرة بمارسيليا تولوز كذلك ببرشلونة بوردو وأمطار محلية بفالنسيا مالقة وسحب عابرة بمدريد ولشبونة 25 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة إلى يوم الجمعة بقايا هذه التقلبات الجوية إمكانية لنزول بعض الأمطار الضعيفة بالمناطق الغربية، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل اضطراب وارتفاع تدريجي على مستوى الحرارة يكون واضح أكثر في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، طقس صيفي سحب عامة قليلة، نسائم شرقية ستهب على أغلب مناطق البلاد، البحر ملائم إن شاء الله لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة والصيد البحري مع ارتفاع نسبي في الحرارة تذكرنا بفصل الصيف ما بين 32 و36 تصل إلى 40 درجة بمناطق الجنوب. شروق الشمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة 5 إلا دقيقة واحدة وغروبها سيكون في الساعة 7:42 دقيقة. أوقات الصلاة اليوم الغد الخميس 21 شعبان 1435 هجري، صلاة الصبح ابتداء من الساعة 3:07 دقائق، الظهر في منتصف النهار و28 دقيقة، العصر في الساعة 4:12 دقيقة، المغرب في الساعة 7:44 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 9:35 دقيقة. لمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة موقع الويب meteo.tn أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88 40 04 مرات. في ختام هذه النشرة أرجو لكم سهرة طيبة وإلى اللقاء.